السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم انصر أهل غزة وانصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. سألني أخ وقال لي إيه أقوى بديل لدائرة 4056 تي بي 4056؟ إيه أقوى بديل يشحن بطاريات الليثيوم تمام بكل أحجامها أو كل أشكالها؟ يعني مثلا دي 3.7، وفي منها الصغير وفي منها الكبير تمام. ايه اقوى بديل يشحن البطاريات ديت؟ ديت اللمبه الدره ديت معروفه اللي ب 35 جنيه، وفي نفس الوقت بتعوز شاحن وبتعوز وصله، ان كان التايب سي او الميكرو اي واحده منهم بتعوز شاحن موبايل تمام يركب فيها، وكمان راس الشاحن او الوصله يعني الشاحن كامل عامه. طيب احنا عاوزين بديل قوي وانضف منها وحاجه واحده، ولا وصلات ولا شواحن ولا الدنيا دي تمام كده. طبعا حضراتكم فاكرين الجهاز ده اسمه شاحن ديسك توب، مش غالي 25 جنيه او 30 جنيه. يا عم خليه ب 35 جنيه، نفس سعر الدايره. ده هيتميز بايه؟ الدايره ديت بتفصل وتشحن، يعني تلين البطاريه وتفصل اوتوماتيك تمام، دي بتفصل اوتوماتيك زيها. طيب ديت بتعوز شاحن وبتعوز وصله؟ ده ما بعوزش شاحن ولا بعوز الوصله، كل اللي نحتاجه بس علبه البطاريه، اي نوع بطارية عندك هتشحنها تمام. يعني البطارية زي ديت اي علبة ليها اللي هي ايه البطارية تركب فيها. طيب هنفكها كده الاول وهوريك حاجة. طبعا ده قديم ومكسر اهو بس شغال عامة. عاوز تجيبه جديد هاته، عاوز تجيبه من مؤاخذة من سوق الخردة ولا حاجة هتلاقيه رخيص جدا، 5 جنيه 10 جنيه هجيب واحد ممكن يكون سليم كمان تمام. عندنا الدخل اهو 220، وده الخارج اللي راح ايه مكتوب عليه بطاري زائد، اختصار لك بي يعني البطارية، بي موجب وبي سالب اللي هو البطارية. طيب دول طبعا هتوصله البطارية، حلاوته في حاجة اللي هو بيرسم لك البطارية فيها شحن قد ايه تمام. يعني كده وصلت البطارية شايفين فيها شرطتين بس اهو، 25% 50% تمام. طبعا الدار التانية فيها لمبة بس، الدارة ديت فيها لمبة بس حمراء ولمبة زرقاء تمام، لكن ديت مؤشر بيكتب لك البطارية فيها كام في المية، 25 50 75 100%، يعني هي 4 شرط وكل شرطة ب 25% تمام. احنا كده وصلنا دي تمام. هتطلع كمان السلكين الخارج واتركهم في راس فيش ولا حاجه، وفي نفس الوقت بعد ما هنقفل كده، بعد ما نقفل كده هنلحم دي هنا كده، هيبقى شاحن بشاشه تمام، وفي نفس الوقت بتبع الشحن وتعرف البطاريه فيها قد ايه، وفي نفس الوقت البطاريه بتشحن وتوصل اوتوماتيك لحد ما تتملى تمام كده. طيب شيل الغطا ده كده، هنوصل احنا 220. سيبك من التقفيل دلوقتي، التقفيل ده طبعا دي حاجة سهلة. هنوصل كده تمام، هوصل بقى الكهرباء للفيشة ديت. حلاوته هو بيشحن اه، مؤشر زي التليفون كده بالظبط، وفي نفس الوقت مش هيسيب البطارية ديت الا ما يشحنها شحنة بسم الله ما شاء الله في التمام، يعني لا تبقى ناقصة حاجة ولا حاجة. هيكتب لك على الشاشة هنا 100% الشرطة اللي هي 100% ديت، ساعة ما البطارية تتملى اهو لو لاحظتوا كده اه، الشرطة الأخيرة مكتوب عليها 100%. ساعة ما أجيب الشرطة 100% هتلاقي الشروط دي كلها واقفة وكده البطارية مليانة تمام كده، تبقى البطارية مليانة كده. أنت جبت بديل رخيص وقوي وفيه مميزات أحسن من التانية كمان، أحسن من الدايرة دي، عشان في ناس ما بتعرفش تشتري ديت أو مش لاقيها عندهم ولازم تطلع من على النت عشان تجيبها. لا ده أقوى بديل، بديل سهل جدا ورخيص جدا وفي مميزات احسن من تاني وعملي جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ده فيديو بسيط كده البطارية شحنة. يا رب يكون الفيديو عجبكم، اشوفكم على فيديو جديد ان شاء الله. كان معكم اخوكم السيد عوض، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.